لو تسألني السؤال هذا أول 3 شهور من استقالتي بقولك على طول ندمت، بقول لك أوف لا أنا ارتكبت أكبر خطأ سويته في حياتي. نرجع الآن 4 سنوات بعد الموضوع أقول لك أفضل قرار سويته في حياتي اللي قدمت هذيك الاستقالة. القصة بكل بساطة هي طبعا بعد ما رجعت من أمريكا عام 2015 توظفت في 4 وظائف مختلفة، وكل وظيفة كان لها تجربة مختلفة، منها حكومية ومنها بالقطاع الخاص. بديت مع الحكومة، بعدها جاني عرض وظيفي في القطاع الخاص، طبعا بدبل الراتب، تعرف القطاع الخاص يجيك على طول وإحنا نقدر نعطيك وبونس وأشياء زي كذا، فانبسطت، جاري دبل الراتب اللي كنت أخذه بالحكومة، ودخلت مع الشركة هذه وكانت شركة ناشئة. 8 شهور على الطريق هذا بعد الشركة قالوا حنا مع السلامة، حنا قفلنا المشروع اللي كنا نشتغل عليه، للأسف تكنسل، والدنيا هذه اللي كنا نشتغل عليها يعني. فرجعت عاطل، رجعت على طول يعني، هي مبنو كذا صدمة هي عرفت اللي تجيك له خلاص، طب خذ هذه مستحقاتك حق 3 شهور الجاية ومع السلامة. هنا اكتشفت انه في شيء اسمه انه اوكي الامان الوظيفي الظاهر انه بس موجود بالحكومه. بعدها فتره رجعت حاولت ادور على عمل اخر، قلت خلاص قطاع خاص ما راح ارجع له، خل اروح للقطاع الحكومي، ورحت للامان القطاع الحكومي، جلست في المستشفى حرس الوطني فتره، بعدها صرت مدير تقنيه المعلومات في مؤسسه الملك عبد العزيز لرعايه الموهوبين. جلست كل هذه رواتب عالية ترى جدا، إيه كان راتبي 32,000 وقتها ممتاز في كمدير تقنية المعلومات. لكن كذا بعد فترة كان عندي الإيمان الداخلي وكل الوقت، ويعني جاي من أمريكا وما زال عندي الأفكار حقت ريادة الأعمال، إنه لا في طريق ثاني، مو معقول إنه بس هذا الطريق، بس لازم نتأكد إنك لما تكلم الناس عن هذا الموضوع إنك تقول أنا بروح بصير حر، ترى الناس كلها تصير ضدك. يعني ما امداني فتحت، انا جاي من عائله صح نسمع عائله فوزان ومعروف انها عائله على قولتهم، ترى هم 4 تجار اللي طلعوا من العائله ولا احنا كثرين عرفت، لكن اللي فالجاي من بيت كله علم، جاي من بيت كله متعلمين موظفين، واغلبهم بينصحونك ما تترك موظفين هم ايه؟ عرفت اللي اقصده يعني، بيتي لا اخوي كبير لا اخوي طيب. صغير لا كلهم موظفين، أبي أترك يا جماعة الوظيفة، عندي فكرة مشروع مهبولة، تضيع فلوسك تحط فلوسك مدري ايش، ما بد الآن أيه. لا بالعكس، لو يرجع بالزمن لو يرجع بالزمن لو راتبي 60,000 مستقيم. طيب لك لقاء سابق تقريبا قبل سنة وقلت أنه دخلي عن طريق السوشيال ميديا 100,000 ريال صحيح، الآن بعد سنة كم دخلك شهريا اليوم؟ لله الحمد في هذه المواضيع ترى دايم لما ادخل انا فيها على طول انه اوه هذا اذا كان صدق، هذا اذا كان مدري ايه عرفت، لانه يجي فيها ليش تصرح عن دخلك صح. لكن هذه خلينا نقول ثقافه غربيه، انا ماخذ شوي من الثقافه الغربيه، انه لازم يا جماعه نتناقش بالمال، لازم نسولف بالمال، اذا ما سولفنا بالمال احنا ما نعرف انه في فرص ثانيه. فهذه هي الفكره، انه الهدف اني انا قاعد اتكلم عن دخلي هو اننا لازم نحكي بالمال، لانه في شخص يقول لك والله اوه الراتب الرئيسي التنفيذي 80 مليون. الثقافة عندنا قصدك نتحرج من الحديث عن المال صح؟ اسكت لا حد يدري يعني. كم دخلك الآن شهريا؟ ولله الحمد تجاوزنا 250,000 شهريا يا رب لك الحمد.